السلام عليكم، معكم سمير. اليوم مقلب جديد بعنوان التحدث بالعربية الفصحى مع المغاربة، وكالعادة let's do it. نسيت شيئا، اضغط على زر لايك إذا عجبك الفيديو. سلام من الله عليك أخي في الله. لدي تساؤل بسيط لك. أنا لدي شواهد عليا ومرتبة عالية من في الدراسة، لكني لا أجد عمل في المغرب. ما كل اختصاص يا ترى، ما هو المشكل؟ هل لأني في المغرب أم نفس المشكل يوجد في أمريكا وأوروبا؟ لا يوجد في أمريكا. رأيت وجهك وأظن أن الجواب لديك. لماذا لا أستطيع العمل في المغرب رغم أن لدي شواهد عليا؟ ماذا تقصد؟ أرجوك الفصحى. أرجوك عربية الفصحى. ياه، أن لدينا الشفار. لديكم الشفار؟ نصابة. رمقتك من بعيد وقلت لماذا؟ وما الذي سيمنعني من القدوم إليك وطلب رقم هاتفك؟ اكتبيه هنا. هل يجب علي أن أقوم بمقلب قراءة الأفكار لكي تكتبي رقمك؟ ما هذا يا ترى؟ ما الغريب في كلامي؟ أنا فقط أطلب رقمك. ما المضحك في هذا؟ أنت هو المضحك. ماذا؟ أنت هو المضحك. أنا هو المضحك؟ أنا فقط أطلب رقمها، أنا أتكلم عن الجميلات. إذا أرجوك. سوف نتكلم في ما يسمونه الكفار بالواتساب. يا لهذه الابتسامة جميلة، لكن في نظري كانت ستكون أجمل في بلاد أخرى. يا رب. أنت هناك؟ ما هذا؟ أنت هناك يا أختاه؟ الآن نظرت إلي؟ لدي مجرد تساؤل بسيط لك، وأرجوك أن تجيبي عليه بسرعة. السلام عليكم يا غلام، كم الساعة الآن؟ لقد أخبرتك كم الساعة، فأجبني. 6:26. السادسة مساء. مليح خاطر. حسنا، شكرا. تساؤل آخر بسيط، هل السادسة القديمة البالية أو الجديدة؟ اللي بغيتي انت. اللي حبيت انا. لا، اشكرك اخي. ما هي احتمالية ان احصل على فتاة في هذا البلد، بلد المغرب؟ اجيبيني بسرعة. معرفة. ماذا؟ معرفة. معرفش؟ يعني لا تعلمين؟ لكن نسبة تقريبية مثلا 50% 60%. صديقي، لدي تساؤل بسيط لك. أنا لدي قناة على اليوتيوب، أضع فيديوهات متميزة عن الآخرين، لكن التساؤل هو، رغم أن الأغلبية تضحك عن الفيديوهات، لماذا لا يضغطون على، في نظرك لماذا لا يضغطون على زر الإعجاب أو زر الاشتراك، على الأقل تعليق؟ لماذا؟ أنا أسألك لأنه ربما تكون واحدا منهم. فقط أجب عن السؤال، لماذا لا يضغطون على زر الإعجاب والاشتراك؟ كل واحد ماذا؟ كل واحد وعقليته، يعني تفكيره وهمومه. أنا أريدك أن تضغط على زر الإعجاب في هذا الفيديو، أوكي؟ حسنا. ماذا تعني بمرحبا؟ يعني نعم؟ حسن، سلم هنا. إنك معنا في الكاميرا الخفية. إنه هناك، إنها تنظر إليك. هاي كنضحك معك صديقي، راهي كاميرا كاش. كندير التحدث في اللغة العربية بالنسبة للناس في إطار الضحك وصافي.